السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد محمد بشرف الباب. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو يعني لا سونري، هذيك السونيت ديال الباب. هنا عندنا ديسجنكتور ديس أمبير، وعندنا هنا البوبينة ديال هاد سميتها هي 220 فولت، يعني 230 فولت 220 فولت. غادخل 220 فولت هنا فاز نوتر، الفاز بالاحمر غيدخل ديجنكتور من هنا، غيخرج من ديجنكتور غيمشي بوطون بوسوار، يعني داك بوطون بوسوار هو هذا كتورك عليه بحال هكا، هذا هو بوسوار، بوسوار هو الصبع. قلنا الفاز غيدخل من هنايا 220 فولت، غيمشي بوطون بوسوار. عرفنا هو زاد التشغيل اللي سيتحكم في الصونيت، ويجي لهنايا، يعني غيدخل الفاز نون فوتو البوسوار، وغيخرج خيط اخر عاوتاني من هنا، وغيمشي لابوبين ديال الملف ديال لاسونيري، والفا والنوتر يعني 220 فولت 230 فولت، بحال كاين اللي عنده 220 فولت كاين بحال بحال. دخل من هنا غيدخل غيدخل ديس جانكتور ديس امبير اللي هو بالزرق، وغيخرج وغيدخل لاسونيري، البوبين ديال لاسونيري، الملف ديال لاسونيري. غنعاود عاوتاني، قلنا 220 فولت يعني 220 فولت غادخل هنايا، أو 230 فولت على حسب البوبينة. غادخل هنايا فاز إينوتر 220 فولت 230 فولت، غادخل فاز غيدخل هنايا، غيمشي اللي هو بالحمر بوطون بوسوار، يعني هذاك الزر الذي سيتحكم في في هذا الصونيت. ثم الخيط سيخرج ويذهب الى زر التشغيل، يعني بوطون بوسوار، ثم سيدخل الخيط ازرق ديس جانكتور 10 امبير، الازرق اللي هو 0 فولت يعني 0 فولت ناقص، سيذهب الى النوتر الى البوبينه ديال هاد لاسونوري. الوقت انا اللي غنورك على هنا، جابوي ايسي لاسونوري فا سوني شي جو غولاش ال فا ال فا ساريتي، يعني غالا وركت هنا بوطون بوسوار غيسون غاتسوني هنا، حيتي الدين ما غاتبقاش سوني، يعني هذا بوطون بوسوار ملي كتورك كيلاشي ما كيبقاش، فهمتي؟ هذا بوطون بوسوار يعني زر التحكم، هذا ديسجنكتور 10 امبير، ثم هنا لا سونوري يعني البوبينه ديال الملف ديالها. هنا قلنا هنا الفاز النوتر غيدخل 10 ديز امبير ديجنكتور، ويخرج من هنا سيخرج الفاز غيمشي لبوطون بوسوار، ومن هنا غيخرج خيط من لا سونوري غيمشي لبوطون بوسوار، زر الذي سيتحكم في لا سونوري. من هنا سيدخل يعني النوتر 0 فولت الى ديسمتو 10 امبير، سيذهب بالازرق الى البوبينه ديال لاسونور، مفهوم هنا؟ الى وركت هنا غاتسوني، حيت يديا ما غاتبقاش تسوني، يعني هذا هو البلانشمون ديال لاسونوري ديال الباب، هذا هو لاسونوري ديال الباب. فاز اينوتر، فاز ونوتر غيدخلو للديجنكتور، فاز هنا ونوتر هنا 220 فولت أو 230 فولت، الفاز غيمشي لهنايا البوطون بوسوار، وغيمشي من البوطون بوسوار الخيط غيمشي لابوبين ديال هاد لاسونوري، والنوتر غيخرج من هنا زرق، غيدخل في الديجنكتور غيخرج حتى هو، غيمشي 0 فولت النوتر لابوبين ديال لاسونوري. دونك هذا هو كيفاش كنبرونشي لاسونوري سهلة ديال الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم.